بنشوف حاجات جديده، بنشوف مطاعم، بنشوف الافكار الجديده اللي معموله، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننفذ لكم حاجات بسيطه منها، والحاجات اللي هي تناسب اي ست تقدر اللي هي تعملها. فكنت في محل برجر حلو جدا. الفكره هو اللقمه صغيره جدا، يعني لقمه العيش نفسها البان نفسه صغير قوي، والبرجرايه نفسها صغيره جدا، ولكن طعمها حكايه. هو براند معروف جدا بس طبعا مش هينفع اقول اسمه. الفكره لما انا قعدت مع الشيف هناك وكده واتكلمت معاه على حته العيش نفسه، فلقيت اللقمه نفسها مخدومه حلو قوي، يعني هو بريوش مش عيش عادي، مش عيش برجر عادي، فبس عامل طعم غير طبيعي في لقمه البرجر. ده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. عاملينها بالضفيره بالشكل اللي انتوا حضراتكم كده شايفينها. ده الشكل اللي هنعمله. العجينه دي مخدومه قوي يا جماعه، يعني فيها كميه حاجات غير طبيعيه هنشوفها النهارده مع بعض باذن الله. واول حاجه طبعا هنبدا اللي احنا ناخدها ونحطها فين؟ على الفرن، عشان هي لازم تتخبز دلوقتي. انا بس حبيت اعرفها اوريها لكم وهي في التخمير، وهي مش هتحط عليها سائل تلميع ولا سمسم ولا اي حاجه خالص، هي كده زي ما هي، لان لما تشوفي الحاجات اللي فيها اصلا والمكونات اللي فيها هي مش محتاجه اصلا اي حاجه للتلميع. على درجه حراره 180 هنبدا نسوي. يعني هو طبعا انا لما بدخل الحاجه الفرن قلنا قبل كده انه بيسرب درجه حراره، فانا بعمله على 220، ولما اجي ادخل عندي الحاجه بظبطه على 180، لان هو كده كده بيطلع درجه حراره بيسربها بره حوالي 20 ولا حاجه، فبعد كده اقوم ظبطه على 180. عشان كده في الاول بقوم خليه على 220 بس الاول، عشان اعمل حسابي لما درجه الحراره تقل تبقى درجه الحراره اللي انا عايزها تبقى موجوده في الفرن، ودي تخلي بالك منها كويس جدا. اي فرن بتيجي تفتحيه مجرد ما تفتحيه تدخلي فيه الحاجه على طول. العيش برضو عشان يطلع معاكي مظبوط ممنوع الصاجات يتخبط، الصاج يخش زي ما هو وبالراحه عشان يطلع التخمير نفسه ما يقعش. هو الخدمه بتاعته ازاي؟ في الدقيق والزبده والبيض، سكر، لبن بودر، خميره. واحده واحده وهنشرح الموضوع بمنتهى السلاسه. نص كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات. العجينه مخدومه حلو قوي، يعني تعمليها كده من غير ما تفكري. عندي زبده 150 جرام من الزبده. عندي 3 عدد صفار بيض. عندي 2 معلقه كبيره من اللبن البودر. عندي 2 معلقه كبيره من السكر. معلقه كبيره من الخميره الفوريه. عندي معلقه صغيره من الايه؟ من الملح. وملح عجن بايه؟ عجن بميه، لان هو خلاص فيه لبن بودر. مش هيتحط بيض كامل، هيتحط صفار بيض. مع الزبده فتخيلي النتيجه هتبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مبدئيا كده اهوت، اول حاجه بنقوم جايبين عندنا المعيار ونبدا نحط عندنا معلقه كبيره منين؟ من الخميره. جميل. ونقوم مقلبين تقليبه كده محترمه، ونقوم حاطين عندنا معلقه حلوه كده من السكر على الخميره وعلى الميه، والميه تكون دافيه. طيب بعد كده بنبدا واخدين عندنا الدقيق، نص كيلو من الدقيق. بعد كده بنقوم واخدين عندنا ال 150 جرام من الزبده الصفراء، نقوم حاطينهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت الزبده تكون طريه بس، ده اهم حاجه. بعد كده عندنا اللبن البودر معلقه كبيره. بعد كده بنقوم واخدين عندنا صفار البيض، كده ناخد الصفار بس، ده اللي هنبدا نشتغل بيه. خلي بالكم مش هشتغل بالبياض، البياض ده بركنه. زي ما قدام حضراتكم كده اهو، نقوم شايلين ديت، نقوم حاطين فين؟ الصفار بتاعنا، نشيل البياض ده. وبعد كده اقوم واخد عندي الثلاثه صفار بيض دول وحاطينهم فين؟ لك ان تتخيلي العجينه شكلها يبقى عامل ازاي، وهي هتطلع دلوقتي قدام حضراتكم واوريها لكم. وابدا ان انا اخد الخميره ديت ونقوم حاطينها على العجينه ديت. بسم الله. ونشغل. احتاجت ميه بنزود لها شويه ميه صغيرين. الله يسلمك. ازيك عامله ايه؟ كله تمام؟
معلش يا منى حاولي تكلمينا تاني يا منى. خلي بالك بقى الميه ما تزودهاش قوي، يعني انت تشوفي الميه كميه الميه لان فيها زبده وفيها صفار بيض وفيها الخميره بالميه بالسكر، فتخلي بالك مهم جدا جدا برضو الحاجه السايله اللي بتتحط تكون على القد عشان العجينه ما تفتحش منك قوي. هقوم حاطط شويه ميه صغيرين كمان عليها عشان الم بيها العجينه. من الاخر عايز اوصل لك ايه؟ ان اللقمه دي اصلا تتاكل نيه من غير ما نحط عليها حاجه ولا بنحط، يعني هي لوحدها كده اصلا تتاكل. بريوش بس احنا حاطين طبعا في صفار بيض ومدلعينها قوي. طيب تعالوا ناخد عندنا نشوف اللحمه نعملها ازاي. باخد عندنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، شويه الملح، شويه فلفل صغيرين، شويه صغيرين من بهارات البرجر. جميل. ونقوم واخدين الكلام ده كله، ولا بصل ولا اي حاجه، هي كده زي الفل. ماشي كده بقت تمام اعتقد كده زي الفل. ماشي اللقمه بقى انا بقصفها على كام؟ هنحط شويه ميه صغيرين كمان. لو عندك ميزان وعايزه تمشي بشكل احترافي اكتر اللقمه دي 70 جرام ممكن تخليها 50 جرام كمان، يعني لو عايزه انت بعد ما العجينه دي تتعمل تقسطيها او تقطعيها اللقمه الواحده 50 جرام، اللي انتوا شايفينها قدامكم في الفرن دي بتستوي دي 70 جرام، اللقمه بالظبط 70 جرام عشان كله يطلع شكل واحد في الاخر والحاجه تطلع شكلها حلو وانت تطلعها من الفرن. دي 70 جرام. أعلي بسم الله. تعالى نجيب ايه؟ فستين اتنين ونبدا نحطهم واحده هنا واحده هنا، ونعلي وهنا نعلي. عشان هنبدا ايه نسوي. طيب وعندنا بعد كده ورقه زبده اللي هنبدا نكبس عليه اللحمه، او لو عايزه تكبسي على طول على البوتاجاز مفيش مشكله. اهو باخد كده ورقتين من دول وهنسوي بزيت وبتاع. طيب تعالوا بقى نشوف، بص العجينه بقى القوام بتاع العجينه عامل ازاي، نفسه اللون نفسه بتاع العجينه نفسه الملمس بتاع العجينه، هي حرفيا تاكل نيه هي مش محتاجه اي حاجه تاني. شايفه الموضوع عامل ازاي؟ ما شاء الله عجينه ما تلزقش في الايد، عجينه مفتوحه زي الفل، ريحتها تجنن. ماشي هنقوم منزلها تاني ونسيبها تخدم شويه العيش. احنا بعد ما العجينه طلعت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه بنقسم العجينه. بص العجينه بقول لك تتاكل نيه ده حقيقه يعني. بس يا جمال قبل ما نعمل حاجه تعالوا نطلع اللي في الفرن. الله صلاه النبي. بعد ما طلع بص ما شاء الله الخفيه بتاعت اللقمه غير طبيعيه غير طبيعيه. بص ما شاء الله عامله ازاي اهي، دي هنحشيها برجر. انا ولا دهنتها من جوه من فوق ولا اي حاجه، زي الفل زي الفل. تعالوا بقى نشوف نحط فيها ايه، اي حشو فيها شغال. طيب انا حطيت مثلا طاسه هنا عندي على النار، بتقوم جايبه اللحمه وبتقوم واخداها كده اهو تحطها هنا على ورقه زبده، جايبه ورقه زبده ثانيه، بتقوم جايبه المكبس ده اهو ونضغط على قد ما نقدر على قد ما تقدري. ماشي تقومي شايله كده ورايحين فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم على طاسة. الشكل ده
اهو. واحدة تانية يا أستاذ جمال. بقول لك إيه، ما بياخدش سوية. تك تك خلاص خلصت. هي دقيقة دقيقة ونطلع وناكل. لأن أنا مش عامل البرجرية عالية. أنتوا متخيلين أصلاً الرفعة بتاعها عامل إزاي؟ صغيرين هنا بس على ورقة الزبدة، علينا ورق مية عشان بس ما تمسكش معايا. نقوم جايبين ده يا أستاذ جمل ونضغط على قد ما نقدر. يا عيني تقوم شايلة وشايلة كده وتقوم واخدة دي حطها هنا ماشي. بجيب بقى عندي سباتولا بقى صغيرة ونبدأ نقلب. ما بيفكش ولا يفك ولا حاجة، على طول على طول. وهو كده لما بنقلبه على الوش، هو على وشين بس ما بتقلبش خالص تاني. تقوم واخده الجبنه شيدر وحطها كده هنا ماشي، وتقوم واخده الجبنه هنا برضو وحطها هنا. موضوع ايه اسهل من السهوله. وهنا نفس الكلام لان ما بتقلبش ايه تاني. خلاص نقلب التاني ده اهو كده، ونقوم واخدين عليه شويه الجبن المحترمين دول بالشكل ده ماشي. هقوم مدي النار شويه لحد ما تبدا اصلا البخار الخاص عندنا او البخار اللي موجود مع الجبنه بيبدا ايه؟ يبدا البخار موجود مع اللحمه يبدا يسيح الجبنه وبس. طيب نعمل ناخد عندنا ايه اللقمه بتاعتنا، تقوموا فاتحينه كده. هو ده بص اصلا من جوه عامل ازاي، اللقمه عامله ازاي يا جماعه؟ غير طبيعية يا جماعة بجد، وريحتها تحفة ما شاء الله. مايونيز مثلا على كاتشب، أي صوص عندك. حط شوية كده صغيرين هنا هنا، فكرة ما بتحطش للآخر. جميل أهو ماشي. تقوم واخدة الباشا ده موزعين الصوص هنا، وأقوم واخد عندي خيار مخلل. خلي الموضوع سهل كده وحلو. فلفل هالابينيو لو موجود، او عايزه تخليه مثلا سبايسي شويه. وبعد كده استاذ جمل نقوم رايحين على الباشا ده ومطلعين الباشا ده كده وحاطينه هنا كده كده. ده موضوع كبير يا جماعه، بس ده موضوع كبير. بص الخيار مع الدنيا جدا والله. بص هتاكل منه قطمتين اتنين بس حاجه في من الاخر بقى، لقمه عيش. بقول لك اصلا لوحدها هي بتتاكل كده تمام. تعال نعمل الثانيه كده يا استاذ جمال، اقوم موزع كده تمام. دي طريقه برجر جديده يا جماعه. زي ما قلت لكم بنلف، بنروح مطاعم بنحب نلف، فمن ضمن الحاجات اللي عجبتني بصراحه الطريقه بتاعت لقمه العيش نفسها، وطريقه عمايل اللحمه نفسها سهله قوي. بص كده اهو طلع عليك. ناخد اللقمه ديت زي ما قلت لك هتاكلي الايه اللقمه دي، اي حشوه هتشتغل معاها. هو اهم حاجه تكونوا واخدين بالكم بس من فكره الايه اللحمه. الموضوع اسهل مما يمكن، مفيش اي حاجه معقده خالص فيها. تاخدي الباشا دي كده اهو، تقوم شايله دي ومحطاها هنا، ونكبس ونقوم حاطين اول حاجه هنا. طيب احنا ما عملناش بقى العيش، بقى العيش بقى بيتعمل ازاي بقى، بتضفره ازاي والحاجات دي. تعالوا يلا، ده اديني دقيقه بس يا استاذ معلش، نص الاحترام. ها انا مش واخد على كده، ماشي مش واخد على كده معاك يعني. 80 جرام او 70 جرام كده. بص اللقمه طبعا ارتاحت معايا، فكره بقى بتقوم واخداها كده اهي، ندق اللقمه بقى ازاي كده ايوه، ونقوم لمينا كده. وبعد كده بنقوم ايه واخدينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. محتاجين سنه بسيطه جدا من الدقيق يا شباب عشان اعرف الف بس اللقمه ماشي. بعد كده استاذ جمال بقى تقوم واخدك دي كده، بص كده تقوم لافف ديت هنا ومطلعها من هنا جميل. وبعد ما تطلعها من هنا بنقوم واخدين دي كده حاطينها على دي
على احنا طلعنا دي ونقوم واخدينها لمينها كده اهو عشان تطلع كده. ايه ده؟ هو الصغيره دي هي اللي هتطلع اللقمه الكبيره دي؟ اه والله، بس بعد ما تخمر، ما طبيعي طبعا ايه الحجم بتاعها بيتضاعف، وبعد كده نبدا اللي احنا ايه نشيلها عشان تطلع معايا بالشكل ده. تعالى نعمل واحده كمان يلا بسرعه. يا ريت اللقمه، يا ريت يبقى عندك ميزان توزن عليه، نلم كده وبايديا كده، وبعد كده بنقوم جايبين بايدينا كده قدام حضراتكم اهي، وبعد كده بنقوم لفينها بس، تقوم واخده دي كده لفينها كده بايدينا مطلعينها من هنا، وبعد كده دي بنقوم واخدينها وحاطينها على اللي تحت اللي احنا طلعناها دي، ونقوم قافلينها كده ونطلعها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. نعمل كمان واحده من كل واحده وواحده، واحنا بنحطها في الصاج نبعد عن بعض اهي، لازم عشان التخمير. هو ده محتاج ان انت تمارسيه شويه عشان تعرفي تطلعي الشكل. تقومي واخده دي كده من النص، وتقومي لفه دي حطها من هنا كده ومطلعاها من هنا دي، بعد ما بالظبط رابطه عقده، وبعد كده بنقوم واخدين دي كده وواخدينها على اللي تحت دي. تمام اهو، بصي بقت عامله ازاي، ماشي. تقوم واخداها حضرتك وتقوم حطاها هنا، ومن كل واحده واحده تعملي فاصل ما بينها. بعد ما بتخمر يا جمل بتقوم حطاها في الفرن لحد ما تبدا تستوي، ولا بنلمع ولا بنعمل اي حاجه خالص. تطلع اللقمه بص معاك عامله ازاي، عاملين فيها ميسي صدور الفراخ. ادي واحد صدر الفراخ، شويه توم باودر، توم باودر وشويه بهارات وشويه بصل باودر، ماشي. صدر فرخه، ملح، فلفل، توم باودر وبصل باودر وشويه بهارات، وبس نقفل ونسلم. انا ما بعملش الفراخ كتير، خلاص ضربت، خدت الضربه تمام عشان ما تعجنش مني، فعشان ما تعجنش مني تطلع معايا مظبوطه زي دي. شايفه عامله ازاي؟ نبدا ناخدها ونكبسها ونبدا نسويها زي الموضوع اللي فات. طيب عشان الفراخ طبعا انا مش هينفع ان انا اكبسها على ورق الزبده على طول، هتلزق مني، فبجيب عندي فرشه واقوم دهنها شويه زيت صغيرين، جميل، واقوم واخد عندي قطعه كده حلوه، عايزين نخليهم اربعه، ماشي. ان شاء الله الست ابن حلالي، تمام ماشي تمام. واقوم حاطط زيت هنا ونكبس كده اهو، ونقوم شايلين، فاهم ازاي؟ عشان ايه نعرف نشيله على طول. هم واخد دهيت، نقوم شايلين وحاطين، الباشا ده هنا كده، هيبقى نفس الموضوع الايه؟ برجر اللحمه، نفس الحوار. هنكبس كمان واحد، اقوم جايب زيت صغير شويه صغيرين، حاطط هنا شكل بص عشوائي كده يعني، ولا بقى ايه ولا تهندلي حاجه ولا تدوري الكفته بتاعتك، هي كده على طول. تقوم واخداها كده وتحطها هنا كبسه، كبسه حلوه، نقوم شايلين ورقه الزبده كده زي ما هي، نقوم حاطينها هنا كده، بالراحه خالص، نقوم حاطين الباشا ده. طيب نقلب ده، الله على الكلام. قبل يعني بعد ما اقلبه على طول، بعد ما اقلبه على طول نقوم ايه ما نرحموش بالجبنه، نديله جبنه كده على طول، ونروقه. طيب نعمل اخر واحد يا استاذ كمل، زيت برضه اهو، صدر واحد، وجايب ايه اربع برجرات، بس الصغيره ديت بقى ايه هنضحك بقى على اي حد لانها صغيره جدا. نقوم شايلينها، صعبه قوي والله، صعبه جدا يعني، بس هشغلها انا ما تقلقش اهي، هعملها صغيره وخلاص. حطها هنا كده،
وشغال. الفكره بقى انا عايز الجبنه تسيح معايا، فهعمل حاجه دلوقتي حلوه قوي. نقلب ده. لا تمام ان شاء الله زي الفل. شويه الجبن هذا كده من فوق. بعد كده نقوم جايبين ايه، غطا. عندنا غطا زي ده كده حلو. ايوه مغطين الكلام ده عشان الجبنه تسيح. ما خدتش وقت معانا وتمام التمام ان شاء الله وزي الفل. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نقوم جايبين اربع لقم من اللي احنا سويناهم قدام حضراتكم على الهواء. ده الصاج وده العيش اللي احنا عملناه. بعد ما يتخمر معايا طبعا بقيه العجينه اهي. طب ما شاء الله هتجيب النص كيلو بيجيب كميه كبيره. اقوم واخد واحد اثنين ثلاثه اربعه. نقوم حاطينهم هنا. نفتح اللقمه من جوه. ماشي كده. وبعد كده بنقوم جايبين عندنا شويه الصوص بتاعنا. وموزعينه. عايز اقول لكم بقى المكان اللي انا بقول لك روحته ده نص ساعه عشان تاخدي الاوردر بتاعك. وفي الاخر خلي بالك الساندوتش يعني اصغر من كده كمان. يعني الساندوتش اللي احنا خدناه اصغر من كده، يعني نص ده بالظبط. بس القطمه قطمه. من الاخر يعني. خيار مخلل. فعلا فعلا اطلاقي. اللي يقول لي لازم البرجر يكون 200 جرام سمح و150 جرام، ده مصيبه. انا بربع كيلو عملنا اربع سندوتشات اهو. الاكل مش اللي ناكله، الاكل اللي نستمتع بيه. الله عجبنا. ناخد الحته الصغيره ديت ونقوم حاطينها هنا. وتعالى يا استاذ قمر نقوم واخدين البطاطس بقى يا شباب. ايه نجيبوها لنا؟ ماشي البطاطس السيجمنت اللي جاي عادي يعني، مفيش اي مشكله خالص. إيه كانت البطاطس يا استاذ؟ بس بص اصلا اللي هم عاملين ازاي الساندوتش. الله 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 الله. ماشي اهو ناخد عندنا اللقمه اللي بعد كده. اللي بعده انا عم ده ليه يا عم؟ عادي مش مشكله. الناس اللي صايمه برضه نعمل حسابهم. البطاطس يلا يا استاذ. اشيل نقوم حاطين هنا. طيب تعالوا بقى نفتح لقمه يا استاذ جمل. اللقمه دي نفتحها عايز اوريها لك من جوه. وعايز اوريك الخفيه بتاعتها والتوريقه بتاعتها عامله ازاي. تمام ازاي؟ نفتح كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بص من جوه التوريقه عامله ازاي اصلا اللقمه نفسها. وخفيفه جدا جدا بدرجه غير طبيعيه. واسفنجي يعني. بص يا استاذ هتفتح تعمل كده تشيل هتلاقي ايه طلع التاني اهي. تعرف جوده اللقمه منين؟ كده تلاقي طلع التاني كده مرتبه اهي. لا تعرف اللي كل حاجه مظبوطه فيها.